وأول كاريكاتير معانا النهاردة من جريدة الأخبار بريشة الفنان عمرو فهمي عن منتدى الشباب. كاريكاتير من صحيفة الاندبندنت عن أحد المسؤولين البريطانيين اللي صرح بأن أمريكا هي من حرض بريطانيا على دخول العراق. من جريدة الاتحاد ده كاريكاتير بريشة الفنان شريف عرفة عن استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية. نفس الموضوع ولكن من جريدة الحياة. من عقاب السعودية ده كاريكاتير بريشة الفنان سالم الهلالي عن عجلة الإصلاح. كاريكاتير من صحيفة الرياض بريشة الفنان عبد العزيز ربيع عن لجنة محاربة الفساد. من الجزيرة السعودية كاريكاتير بريشة الفنانة منال عن القبضة الحديدية على الفساد. ومن البيان الإماراتية ده كاريكاتير عن إيران بريشة عامر الزعيبي. أخيرا من ساندي تايمز عن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.